مدام بيان، هاي رها. خلينا هيك بالبداية نفوت فورا بمقابلتنا ونحكي عن ستايل خاص فيكي بتصاميمك. أول شيء أهلا وسهلا فيكي رهف. الستايل الخاص بتصاميمي أنا هي مبنية على 3 أشياء أساسية. شو بيلبق للصبية أو الست اللي حتجي لعنا، لشخصيتها، لعمرها، كل هدول الأشياء نحن بناخدهم بعين الاعتبار لنقدم لها شيء يليق فيها وبالإيفنت اللي هي حابة تحضرها. قول نحن هلأ بمحافظة طرطوس، بتعرفي في مصممي أزياء، شو اللي بيميز المدام بيان عن بقية منافسية؟ هلأ أنت حطيتيهم تحت خانة المنافسين، هني أكيد كلهم زملاء، والمنافسة بيناتنا أكيد منافسة شريفة. بس برأيي أنه لازم يكون في كذا خيار بالماركت، كذا ذوق. الناس ما لون حكر يجوا لعندي أو لعند حدا تاني، فضروري يكون في كذا ديزاينر، يعني حتى لو بمحافظة واحدة. أما الشيء اللي بيميزني أنا شخصياً عن غيري، بتخيل أني أنا عطول بحط حالي مكان أي بنت أو أي ست، يعني بكبر لعمرها أو بصغر لعمرها. بتخيل حالي أنا بالفستان أو بالتصميم اللي أنا عم بشتغل لها، حتى يكون كل شيء طالع مثل ما بدي. بهتم بأدق التفاصيل حتى هي تحب حالها بإطلالتها وتكون رضيانة ومرتاحة. هلأ بدنا نحكي عن كيف بتضمني بين التوازن بين الابتكار ومتطلبات السوق. بتعرفي نقصد هون بمتطلبات السوق انه سوق الموضة الترندي، كيف انت دايما بتلحقي بين الترند والشيء اللي حابة انك انت كمان تظهري؟ هلأ التوازن جزء ما بيتجزأ عن المتطلبات السوق، لأنه نحن بشغلنا بناء على طلب الصبية بنبتكر لها شيء بيناسب طلبها. يعني هي اللي بتفرض علينا بمناسبتها بطلبها نحن شو لازم نبتكر لها أو شو لازم نجهز لها، نحضر لها، نصمم لها. فهن طيب جزء ما بيتجزأوا عن بعض. بدنا نحكي ونفوت بالتفاصيل أكثر. إذا صبية نقت تصميم معين أوكي، بصراحة ما لبق لها، كيف فيك تدخلي هيك روح بيان؟ هلا هذا دوري بقى، انا ححاول اشرح لها، اعطيها نصيحتي اكثر، وضح لها اشياء هي ممكن ما تكون شايفتها. اكيد انا بيهمني تكون هي مرتاحه ومبسوطه وطالعه باحلى طلي من عندي. فاكيد بركز على، انا ممكن عين الديزاينر غير يعني اي حدا تاني، ممكن انا ضوي على اشياء هي ما انا شايفتها حلوه بحالها، عرفتي؟ يعني هلا هيدا بيكون دورك انت كمصممة أزياء. طبعا اكيد أزياء. اكيد ايه. فبالاخير هي اكيد ما حتكون غير رضيانة ومقتنعة ومبسوطة بالتصميم اللي نحن عم نشتغل لها. اكيد خلينا هيك شوي نفوت بجو الحفلات والمناسبات. كون نحن هلا صحي باخر فصل الصيف، يعني لسه هلا في موسم اعراس ولو كان قليل شوي. تمام. كيف انت ممكن تلاحقي الصبيه لما بيكون عندها مثلا ايفنت عرسها او خطبتها، فينا نحكي كيف ممكن تلاحقيها من وقت التفصيل لوقت التسليم؟ احكي لي شوي عن هيدي المراحل اللي ممكن انت تكوني معها فيها. بالبدايه لازم تكون الصبيه اعطتنا فكره عن هي شو حابه تطلع باي طله. هل هي شيء كتير سامبل او هي شيء كتير اوفر او ما بينه بين، يعني بناء عليه انا بجهز لها تصميمها. وأكيد ممكن هي يكون عندها طلبات خاصة أنا بتناقش أنا وياها فيها، ممكن أنا ضويلة على أشياء هي ما أنا شايفتها بالتصميم، إلا هون مثلا إذا ضفتنا شيء هون بيطلع أحلى الدريس، هون مثلا أنه لا منشيل هيدي الفكرة من هون. يعني هي ديتيل بتصير بيني وبين الصبية. قد ايه بتكون المرحلة بين التصميم والتسليم؟ قد ايه بتاخذ وقت؟ حسب القطعة وموسم الصيف بشكل عام. نحن كديزاينر هو الموسم اللي بيكون عندنا ضغط على الشغل طبعا اكيد. فلحتى تكون الصبية اخذي وقتها، انا بفضل انه يعني تجي ابكر بشوي. خلينا هيك كمان بفصل الصيف، تعرفي بالاضافه لموسم الحفلات دائما بيكون الصبيه بتحب دائما تعمل برونزاج للبشره. أنا دايما بسمع مصممين الأزياء بيقولوا لما الصبية بدها تنقي فستان بيحاولوا إنه يغمقوا له لون البشرة. شو السبب أو شو الهدف من تغميق لون البشرة شوي؟ هلا بشكل عام بالعرس فينا نحكي على الفستان الأبيض. هلا بشكل عام الألوان الصيفية هي الألوان القوية الواضحة الصاخبة مثل ما بيقولوا، فهي على طول بتحتاج لون بشرة أغمق من ببقية السنة. فضروري الصبية تكون هون عاملة تاني، يعني الفوشيا ما بيلبق مثلا لا أو الأورنج أو هيدي الألوان القوية ما بيلبق للصبية اللي بشرتها فاتحة.
بيبي بلو مثلا على طول لازم يكون هيك عاملي تان اختي لون شوي بيطلع احلى اللون عليها. كون هلا انت اكيد عم تحضري لتشكيلتك الموسميه لخريف شتاء 2025، خبري شوي عن هيدي التشكيله. هلا كنت بفضل اتركها هيك سوربريز يعني بس اوكي. هلا هي حتكون الالوان منها تقليديه على غير العادي، نحن على طول بالخريف والشتاء بنختار الالوان شوي هيك داكنه. السنه لا، السنه الفاشن متجه بالالوان القويه الجريئه الضاويه اكثر حتى بالشتاء. فما عاد بقى خلص اسود زيتي، لا في الوان. هلا دائما بالخريف بنلاقي دائما الديزاينر بيميل للون البني، للون الاسود، الالوان الداكنه شوي، الاحمر المبيتي. ممكن كمان تكون هيدي الالوان داخل السنه. هلا مثلا الاحمر اكيد اكيد موجود، بس الاحمر الناري احمر القوي. عم اقول لك هي السنه الفاشن متجه للالوان كثير قويه. شو كان لون ترندي لسنه 2024؟ هلا كانت الالوان اكثر متجهه للسومو مثلا، بيبي بلو، فوسفوري السنة كتير كان هيك لون قوي، ألوان الصيف بشكل عام يعني. هلأ مثل ما لاحظت عندك بالأتوليه أغلب الفساتين أو مو أغلب الفساتين، جميع الفساتين في عملية الشك. هل هيدا الشيء بيعطي تقل زيادة للفستان؟ تعتمدية كأني أنا ملاحظة أنه عم تعتمدية كتير بالفساتين. هلأ ما ضروري هو يكون الشك هو اللي بيتقل القطعة. أوقات بتكون القطعة السيمبل السادة كتير كمان عاطية تقل. يعني ما شرط، بس أكيد وقت أنت بتكوني عم يعني طريقة الشك والمواد اللي بنستخدمها أكيد عم تضيف شيء كتير حلو للتصميم يعني. كمان هو بيبين أي شيء هاند ميد بيبين بيعطي تقل أكتر للتصميم. خبريني عن دور السوشيال ميديا بمجال عملك انت كمصممة ازياء. هلا اكيد السوشيال ميديا له دور كتير مهم بمجالنا خاصة يعني. هلا نحن كمحافظة طرطوس هي محافظة صغيرة نوعا ما، فانا من خلال السوشيال ميديا تعرفت على كتير بنات كتير ستات صبايا ممكن بمحافظات تانية يعني تعرفوا علي عن طريق السوشيال ميديا، ممكن ببلدان تانية كمان نفس الطريقة يعني كتير مهمة. بسؤال الأخير إليك مدام بيان، أعطيني نصيحة لكل الصبايا اللي حابين يفصلوا، أي تصميم عندك؟ أنا عطول هيدي النصيحة بقولها لكل صبية بفوت لعندي، ضروري تنقي شيء أو تختاري شيء بيلبق لك، ما ضروري نلحق الشيء اللي هو تريند او الاشياء اللي عم نشوفها نحن على السوشيال ميديا. ممكن تجي الصبيه تقول لي انا حابه هيك، لا ممكن ما تلبق لك. اغلب الصور عم بتكون من بلدان برا، لا بلدان برا، فنحن في كتير اختلاف بين البنت العربيه والبنت الغربيه. هيدي النقطه في كتير صبايا ما بيراعوها، او ممكن هي هيك حابه تطلع بس هو فعليا ما بيكون لابق لها. فنحن اكيد بنعدل بالالوان، بنعدل بالقصات، بنعدل بكتير تفاصيل. الجمال العربي في يعني له طابع خاص ويعني له هيك فاشن لحاله بقى، و يعني بتصاميم لحاله بتكون ديزاينات بس للصبيه العربيه، غير بقى اكيد الصبية. البنت الشرقيه بتختلف عن البنت اللي بدول اوروبا يعني لون بشرتها، شعرها، ممكن لون العيون، يعني كثير تفاصيل بتلعب بهذا الدور. فنصيحتي اكيد اختاري الشيء اللي بيلبق لك. انا كثير تشرفت بمعرفتك مدام بيان علي بصراحه، انا كثير استمتعت بهيدي المقابله وبتمنى لك كل التوفيق بهيدا المجال. ميرسي لك كثير.